السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. شو مصطفى؟ نعم يا أخي. أمي طلعت تأشيرة إن هي تسافر، ممكن لها تسافر سنة كاملة للسعودية. طيب. هي عايزة تعمل عمرة بس ما فيش محرم. بابا مشغول جدا ومش هينفع يسافر معيها. فينفع إن هي تسافر لوحدها لا محرم ولا رفقة عندها 54 سنة؟ ما في رفقة أمينة معها أبدا. لا ما فيش. لا طيب كيف لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر لها معها محرم؟ يعني مثلا حد يوصلها للمطار ومن هناك يكون حد مستنيها، ابن أختها أو حاجة. لا لا ابن أختها، لا ابن أختها محرم. طيب إذا كانت المسألة مسألة الطائرة فقط بالتوصيف الذي ذكرتي فلا بأس. طيب